إذن بسم الله الرحمن الرحيم، عودة لكم جمهور الرياضة الكريم هنا إلى نقول استاديو فيلودروم إلى مباراة تبقى بين باكيشي وشوشة نهاية الشوط الأول بتقدم الوفقاء شوشة اللي سجل خماسية كاملة من أول زيارة إلى ولاية ورقلة، فبالتالي حتى وإن كان لا يعرف الملعب جيد ذلك باكيشي المعول عليه للرد على شوشة، الكرة من تواتي البحث عن عرضية في هذه اللعبة وتسديدة شوشة 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 الهدف السادس لفريقه ولو شخصيا في هذه المباراة أن يهدد المنافسين ويقول كل من شكك في قدراتي أنا موجود هنا ويسجل السادس. يا شوشة في هذه المباراة وباكيشي من هنا كذلك، يا إدريس الحارس يتألق في هذه اللعبة الآن شوشة مطالب بتسجيل على الأقل هدفين أو ثلاثة من أجل ضمان الفوز، سننتظر ونترقب ذلك. هاي الكرة طويلة، هاي الكرة طويلة، ضربة زاوية محمد تفرعي، ضربة زاوية قبل شهرين، بالتالي نهنئ أبناء بلدية سيدي حميدي على هذا الملعب الجميل الجواري، ونتمنى أن يتم استغلال وحسن استغلال تنشيط مباراة كروية مع المستقبل والمتواصل فرصة للتعديل في هذه الآونة لرفقاء باكيشي، فرصة للتسديد، يا سلام على الحارس إدريس حويدي يخلص الكرة ضربة زاوية، يرفض أن يستقبل الهدف السادس حتى ولا واحد يشكك في قدرات شوشة حتى نتكلم زي لا متواصل ترى عكسي باكيشي، لا يا باكيشي، لا يا باكيشي، ارحموا عزيز القوم الثاني يا باكيشي، بس كلام ستيبدا فعلا كلام ستيبدا، بالتالي ستظلهم مخالفة غريبة جدا عملية وتصوير الكورة بعيدة، الكورة بعيدة يا شوشة معلش انا متواصل لا تتعبد يا ترى سيكون الرد من شوشة، سيكون الرد من شوشة، يلا يا سيح، حط عطي راس شوشة يا سيح، يلا يا سيح، يلا يا سيح، الكرة من فؤاد، يلا يا سيد الحكم، يلا يا سيح، أين أنتم يقول شوشة؟ مشيت واحد ما كنت واقف في أبيت البيت وشوشة تركت لفريقه، لم يتمكن هذه المرة، بل سيسجل شوشة مسجلا للكامل له شخصيا ولفريقه صارت منه مقابل سبعه اي في الاجمل 15 هدف بين باكيشي وشوشه الذي يطلب من رفاقه ويدافع جيدا
ويرجون الكرة تتحمل هو حلو الكرة عند الدفاع حذر لا ما فيها ما تشوفش يقطع الكرة هذه الكرة عند سايح مين سايح مين سايح مين سايح مين سايح مين سايح مين الكرة ضاعت خطيرة الكرة سبعة توشا بالراس Thank you.
ولكن في الألف وتحية شكرا جزيلا.